السلام عليكم ورحمة الله يا أعزائي. اليوم سنتعلم كيف تتم عملية التبخر والغليان مع الطالبة نور محمد توفيق الصف السادس مدرسة الإسراء الخاصة، وهيا بنا لنتعلم كيف تتم إجراء عملية الغليان والتبخر. أولا نحضر هذا الوعاء ليتم وضعه على النار، وبعد ذلك سنحضر الملح أو سنحتاج إلى 4 ملاعق من الملح. سوف نضع 4 ملاعق صغيرة من الملح، أو 3 ملاعق ونصف، وهكذا وضعنا 3 ملاعق ونصف من الملح. والآن سنحضر ربع كوب من الماء هكذا، والآن سوف نضعه على النار. وها هي هنا بعد أن وضعناها على النار الساخنة، ويفضل أن نحضر أي غطاء لهذه أو للوعاء اللي نستخدمه لتتم عملية التبخر والغليان أسرع. وها هو شكل الماء وهو يتم غليانه وتبخره، وهذا هو شكل خليط الماء والملح بعد أن تعرض لعملية التبخر. هذا هو شكله، تبخر الماء وظل الملح في الوعاء، وهكذا كانت تجربة لمثال وتجربة على عملية التبخر مع الطالبة نور محمد من الصف السادس المعلمة بإشراف المعلمة إكرام مدرسة الإسراء الخاصة.